يا غير الأنام يا غير الأنام يا غير الأنام عليك السلام يا غير الأنام يا غير الأنام حبيبو يا غير الأنام يا غير الأنام عليك السلام. الحمد لله مالك العلام الشكر لله لهذا الإلهام إذ من علينا بمدح السامي سيد الأنام دوس الكرام له لدمنا فتح ظلام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام. اسمه مغرور مع جلالتي ذكره مرفوع كما في الآيتي فضله مشهور تاج رسالتي يا سبل أرواح مولى العلامة فبه حضينا لدين الإسلام عليك السلام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام يا خير الأنام عليك السلام. من نوره الباري بدل للواري وسره صاري صرا في الأغمار إقلير الغيار من غير الإنكار مقباس الأنوار ميساء الأسرار سماه مغتارا ومسكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله العظيم. أحباب الكرام، أولا ربي سبحانه وتعالى أيان وحمد لله إن أقول أنك أن قيمها بضن أيون وكل ميي قريقا كمذا إلهي قريه إساء مسجد كان إلهي مساجد سكمل ربك إنه كل ميي أنه إلهي دينك سيسكفى إذين إنا أيانك وحمد لله إنا سبحانه وتعالى مركك وبال مرك اللباب وحين إسفر إنا نفط إذا يالينك ما إلهي عبسيدي سبحانه وتعالى ما داب أين أنها أمة المحمدية وإلهي وكو أماني سبحانه وتعالى أمة إفك لك أنا أمة وكو خيرك بضنا إذن تلمامه ودنا يكمتها إلي وناقنا يسوشيقان حمانتنا يسكرهبان إلهنا يرميان سبحانه وتعالى نبي قنوه تلمامي عليه الصلاة والسلام أمدي سنين إتهاي أمدي تضواتنا واللحذن يسقال أمضوضي كهرين أمضهن أنتم خيرها وأكرمها على الله أمير نبي عليه الصلاة والسلام تضواتن كأمضوض أمدي خيرك بضنا يد إله يأتي سنوه كرامة يواناك بضنا يد آياتهم ما دام أمة محمد كوي قيمها سليهين علاماتك وضناء كمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وناك ليس أمرنا أي أخير بضنتها تقوى ربي سبحانه وتعالى أي إنه إس أمر إنا ربي عبسدي سبحانه وتعالى مركلا غاد أحباب الكرام حنقص وقالن ضلنا عاو موضوع أن إن شاء الله هون غندنا محاضرة عوان كيدو من أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة مدد خاصها مس يعني ضدك وضنبا سيدة عرض بالعين كاي مريان إن شاء الله سيدة سيدة غندنا محاضرة أن عوان كيدو وحا إن شاء الله محاضراتك يا نسوق هذا المي هي محاضرات كأنه وحي قبل إن شاء الله تعالى وحي كس عدين ويعني جدول كوضوءها إنه إنه ضدك وعضة إنه حقا ومحاضرة ذي كوبادة إنه أشيغني أهل سؤال إنه أشيغني السادات الصوفية محاضرة ذي اللباب ضدك يعني السادات الصوفية وحكا الشيغوة بالعوين كأي وحيابها يعني سيهين إنه كوعضة إنه محاضرة ذي اللبابنا محاضرة ذي صدحاب كرامة الأولياء إيو كشف إيو إلهامك حضنا إنوغا هذرني محاضرات كي كلاس لموضوع أكسر سنانا وإنوضن بيان إن شاء الله تعالى لكن محاضرة تنايضة
dhexgalayay noqotay oo muxaadarooyinkii hore iyo kuwa noo soo socda ayay soo dhexgashay maadaama ayaantan aad iyo aad loo hadalhayo oo dad ay isku dayayaan inay sheegtaan magaca qiimaha badan ee ahlu sunna waljamaaca ayuu caawa mowduuceennu noqon doonaa insha allah yaa ah ahlu sunna waljamaaca axbaab alkiraam rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa noogu sheegay in bini aadamku dhammaantiis aysan dad iimaan leh oo toosan aysan wada noqonayn ee qaar toosan iyo qaar qalloocan intaba laga helayo wuxuu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala walow shaaa rabbuka la jacala annaasa ummatan waaxidatan walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk ilaa man raxima rabbuka walidaalika khalaqahum rabbiga hadduu dooni lahaa xabiibka muxamed ahow dadka inuu ka yeelo ummad keligeed ahoo wada toosan wuu ka yeeli lahaa laakiin ma doonin ee dadku ma ka baxayaan oo ma ka suulayaan inay iskhilaafayaan ilaa qolo ilaahay uu naxariistay maahane subxaanahu wa tacaala sidaasuuna ilaahay u abuuray in yacni dadku qaarna ay toosaan qaarna aysan toosin oo ay isag maraan buu ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku odhanayaa rabbi subxaanahu wa tacaala walow shaaa la hadaakum ajmaciin rabbi hadduu dooni lahaa waa idin hanuunin lahaa dhammaantiin laakiin ilaahay idinma wada hanuunin ee dadka qaybna waxaa laga dhigay kuwa hanuunsan qaybna kuwa aan hanuunsanayn xikmada ku jirtaahina waxaa weeyaan sida aayad kale rabbi uu ku caddaynayo subxaanahu wa tacaala walow shi'naa la aataynaa kulla nafsin hudaaha walaakin xaqa alqawlu minii laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin haddii aan dooni lahayn naf walba hanuunkeedaan siin lahayn markaasay hanuuni lahayd laakiin sidaas ma aanan doonin buu odhanaya rabbi subxaanahu wa tacaala oo qowl baa ilaahay ka sugnaaday oo ka waajibay qowlkaasoo ah jahannama ilaahay inuu buuxinayo jinni iyo insi uu ka buuxinayuu ilaahay ku dhaartay marka xikmada dadku ay la wada hanuuni laayihiin oo qaarna ay u toosan yihiin qaarna ay u lunsan yihiin waxaa weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala naar iyo janno ayuu abuuray mid walbana dad ayuu ugu talagalay markaasuu haddana ku dhaartay rabbi subxaanahu wa tacaala naarta jahannama inuu buuxin doono jinni iyo insi uu ka buuxin doono marka xikmada ay dadku isku khilaafayaan waa sidaas oo jahannamo dadkeedii ayaa la diyaarinayaa gaalada iyo bidcooyinka iyo munaafiqiinta iyo inta ahlu baadil ahoo lunsan oo dhan dadkii jahannamo oo la diyaarinaya weeyaan inta toosana ilaahay khayrka iyo iimaanka ugu qadaray oo muuminiinta ahna waa dadkii jannada ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala waa aayaadkaas rabbi noogu sheegay subxaanahu wa tacaala dadku inaysan wada toosnaanayn ee mar walba la iskhilaafayo nabiga calayhi salaatu wasalaam asna sidaasoo kale ayuu noo sheegay fa innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunnatii wa sunnati khulafaai araashidiin almahdiyiin cadduu calayha binawaajid buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii noolaadaha ee adinka idinka mid ah oo nafta loogu kaadiyaahi wuxuu arki doonaa iskhilaaf fara badan oo ay dadku iskhilaafayaan khaas ahaan ummatul muxamedka markii ay sidaa dhacdo oo aad khilaafkaas iyo sidaas aragtaan oo dadkii la kala tago la iskhilaafo xalkii buu tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaad laasimtaan oo aad ku dhegtaan sunnadayda iyo sunnada saxaabadayda khulafaa uraashidiin sunnadayda iyo sunnada saxaabadayda ku dhega buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam weliba gows dambeedka ku qabsada oo gowsaha dambe ku qarinayaan afkiina lagala bixin diinka asaga ah sidaa ugu dhaga buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidkan noogu faa'ideeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam iskhilaaf inuu dhacayo ummaddani ay iskhilaafayso wuxuu haddana noo sheegay xalku inuu ku jiro oo khilaafka asaga looga badbaadi karo oo dadka badbaadayaahi ay yihiin dadka ku dhaga sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sunnada saxaabada ridwaanullaahi calayhim ajmaciin xadiid kaloo imaamu muslim uu warinayo wuxuu noo sheegay xabiibku calayhi salaatu wasalaam
ila qiyaamuhu uu ka soo dhowaado in aan la waayayn qolo ahlu xaqaha xaqa ku dhegan wuxuu yidhi rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaatiya amrullah laa yaduruhum man khaalafahum qolo ka mida ummaddayda laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq ma ka zuulayaan qayb ka mida ummaddaydu inay xaqa ku dhagan yihiin qoladii khilaafta oo ayaga ag martaahina waxba ka dhimi mayso ilaa ilaahay amarkiisa oo qiyaamaha ah uu ka soo dhowaado mar walbaba dad ahlu xaqihi inay jirayaan oo xaqa ku dhagan ayuu xadiidkan noogu caddaynayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam axbaab alkiraam waxaan ka faa'iidaysanaynaa axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay ummaddu iskhilaafayaan in haddana dad ahlu xaqihi ay jiraan oo weligood ahlu xaqu aysan ciidda ka dhammaanayn ahlu baatilkuna ay jiri doonaan sidoo kale rabbi subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku odhanayaa aayad qur'aan ah wa anna haadaa siraadii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subul walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih tani waa waddada idii toosnayd ee raaca ha raacinnina wadiqooyinka yaryar ee wadda beenaadka ah oo markaasay idinka leexiyaan waddada xaqa marka in waddada weyn ee rabbi subxaanahu wa tacaalaa uu raadiga ka yahay oo toosani ay jirto isla markaasna ilaahay uu naamray inaan ayada raacno haddana ilaahay uu nooga digay waddooyinka yaryar oo wadiqooyinka ah oo waddadaas weyn ka leexda oo qofkii waddada yar ee waddada weyn ka leexata raacay uu dhumayo taas baan aayaddaasna ka faa'iidaysanaynaa axbaabul kiraam sidaa darteed walaalayaal waxaa jiray ahlulcilmigii salafu saalixiin ridwaanullaahi calayhim ajmaciin maadaama ay sidaa dhacday bidcooyinkiina ay soo ifbaxeen oo ay ugu horraysay bidcadii la odhan jiray qadariyada haddana khawaarijta ay soo baxeen muctaziladii iyo bidcooyinkii kale ee faraha badnaa markii ay soo baxeen ayaa waxaa bidcooyinkiina lagu magacaabay inay dad bidaca oo bidcooyina yihiin dadkii wanaagsanaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii iyo sunnadii saxaabada ku dhaganaana waxaa lagu magacaabay ahlu sunnati waljamaaca waxaan rabaa marka hore inaad ku barantiyo axbaab alkiraam magaca ahlu sunnati waljamaaca magacaasi ma ahan magac haddeertaan yimid ama magac ay leeyihiin urur amase munadamo gooniya oo ka jirta soomaaliya sida bidcooyinka soomaaliya ka jira ay magacyada badan u leeyihiin oo hamba magac loola baxo oo kale magac sidaasahoo koox gooniyaha ay la baxday ma ahan ee waa magac soo jiray ilaa iyo 1200 oo sano iyo ka badan islaamka dhexdiisa macruufka ahaa oo laga yaqaanay ahlu sunnati waljamaaca loona yaqaanay dad ahlu xaqa magac sidaaha weeyaan oo hirgalay qarnigii labaad dhexdiisii maadaama ay sidaa tahay oo aynu ogaanay inuusan ahayn magac hadda lasoo bilaabay amase magac hadda cid gooniyihi ay leedahay ama magac urur gooniya ku kooban oo qofkii doonaano ururkaas uu xubin ka noqon karo kii kalena laga cayrin karo qof uu qof amar weydiisanayo uu leeyahay ma ka mid noqdaa ururkiina magac sidaasa ma ahan sida aynu ka faa'iidaysanayno ahlucilmiga abwaashooda maadaama ay sidaa tahay axbaabilkiraam firqooyinkii tirada badnaa ee adduunka soo maray oo bidcooyinka ahaa oo ilaa 72 firqo oo ahlu naarihina ay jireen hal firqo oo naadiyaha ahlu xaqihina ay jirtay ayaa firqadii keligeed ahayd ee badbaadaysay oo 72 kale oo ahlu naarka ma ahan ahlu baatilka halkii firqo ee ahlu xaqa ahayd ayaa waxaa lagu magacaabay ahlu sunnati waljamaaca sidaa darteed si aysan bidcooyinku u sheegan ayaguna magacaas oo maadaama la isku raacsan yahay magac qiimo badan inuu yahay halka fiqaa ee badbaadayso ahlu xaqaana inay yihiin ahlu sunnati waljamaaca si aan bidcooyinka u sheegan culammadii cilmulkalaamka ka hadli jirtay ee cilmulmaqaaraadka way ka hadleen kutub bay ka alifeen ay uga hadlayaan ciddii ah ahlu sunnati waljamaaca iyo ciddii aan ahayn oo bannaanka ka joogta waxaa ka mid a kutubihii laga alifay xilligaas kitaabkan hortana yaalla ee alfarqu bayn alfira ee uu iska leeyahay alimaam cabdullaahi bin baqdaadi oo geeriyooday 400 iyo wax yar markay ahayd hijradu 439 meelahaas inuu ahaa ayaan qiyaasayaa 437 ayuu geeriyooday 437 waa qarnigii afraad bilowgiisa ayuu qoray kutubkan asaga uga hadlay
عدي أهل السنة والجماعة. كذلك الإمام الإسرائيلي كتاب إساءة تفسير في الدين أيها السنة كقري أو قهد رأي عدي أهل السنة والجماعة. الإمام أبو الحسن الأشعري كتاب إساءة مغارات الإسلاميين واختلاف المسلمين وأسماء مقالاتك أيها قهد الله في الغوين كي بدعوينك هاي أدنك صامري يوحي كوي هذا المقالاتك حين مرقى هاتف لك تشوقه كسا رأي وحلا مذا أيها الله كتب تانور تانة تالة وأيها العلم قهد لين عدي أهل السنة والجماعة هي عدي أنا حين وحيري حافظ البغدادي كتاب في سنة الفرق بين الفرق مركي وكهر ليي غيبها يككو بيهين أهل السنة والجماعة وحيري اعلموا أسعدكم الله أن أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من الناس وحلقة تنبير إلى أي هذه الليبانة أهل السنة والجماعة إن يككو بيهين سداد غيبات سداد قلويان قلصة على إسائي مترتو الصف الأول قيتي كرار يوب أبو حجري صنف أحاضوا علما بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والإمامة والزعامة وساقوا في هذا النوع من العلم طرق صفاتية من المتكلمين الذين تبرؤوا من التشبيه والتعضيل ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية والنجارية وسائر أهل الأهواء الضالة غيبتك وبعض حويان بيري وعرمضك وبطي علمك المقبرت التوحيدك وعلمك عقائدك التوحيدك ينبوذك هذا الله رب سبحانه وتعالى تلمامها هو الجبي إيا انت يعني كم مستحيلك إيا انت أبنان أنبياء إلهي انت هو أجبتي إيا انت كم مستحيلك إيا انت أبنان إيا وحيا بهك لا وسمعياتك علمك السلاس وقهر له علم العقائدك ورمضي علمك أسكها بشي ويان غيبتك وبعد وعرمضك هذا شيء عقائدك أوفنك كان عقائدك بحثيان أولي بكر ديراضي بدعوك وحيابيه أي عمي سنائين وعقيدلي أهل سنة والجماعة يا سلفك وأن تشبيها يا تعضيلك مدنا رهين ضدك اللي مدويان بدعوك عقائده ذي الرافضات يا خوارجي جهمية يا نجارية يا أهل القادر وضلنا عقائدك ذكر ديراضي أعلمنا أيها كمدة أو لوجو مقدرة أو إمام يالله قد قافل لنا سجاه عقائدك الإمام أبو الحسن الأشعري إياه الإمام أبو المنصور ما تريدي لبدا إمام أيها لوجو مقدرة هذا نصوص هذا الإمام كنا ليه هذا أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وإمامك أعلمنا شاعر هذا إمام كذاها ee ashaaciro dhan ayaga loo nisbeeyo oo sida Cabdul Qaahir Baghdad uu tilmaamayo laf dhun gashay ku noqday bidcooyinkii qadariyada ahaa wa kana shajan fi furuq al qadariya ayu leeyahay laf dhun gashay ayuu ku ahaa bidcooyinkii qadariyada wuxuu kamid ahaa Abu Hasan al Ash'ari culimadi salaf saalix ayuu kamid ahaa hadii aanu eegno sanadkiisa cilmiga iyo abtiriskiisa diiniga wuxuu ka qaatay cilmiga زكريا بن يحيى أسادي أصنعوا حكسي قاطة إمام المزني وها أردق إمام الشافعي إمام الشافعي نوحو علمي كبرتي شيخيسي إمام مالك إمام مالك نوحو كبرتي شيخيسي كرايا النافع نافع نوحو كبرتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم حكاسة يوم رأي سنة كيسو إمام كأنا يعني أبو الحسن الأشعري وسنة كأسا يوكو أبتر صلاة سند كلام أولياء كذلك أو زكريا بن يحيى أسادي وكورنا يا زكريا بن يحيى أنا وكسي ورنا يا أبو الربيع سليمان بن داود الموري أصنع وكسي ورنا يا عبد الملك بن الماجشون أصنع وكسي ورنا يا إمام مالك بن عاص أصنع وكسي ورنا يا عمر بن عبد الله بن الزبير أصنع أبيس الزبير بن عوامة يانس بن مالك يا صحابة كلام وكسي ورنا يا سند كأسكان أولياء إمام كنا يعني أبو الحسن الأشعري وحضر شيء مانك إنه تاريخ ذي رضو مركي هاي الله بغل يلحدن كي وحنق يدي صدح بغل باتاني أفر مركي هاي هاي هجردو إمامك لبالي أبو المنصور ما تريدي وفنق عقائك أسماء إمامك ولا محمد بن محمد ما تريدي أيا اللي لا داع أبي بكر أحمد الجوزجاني أيوة أسماء علمك كبرتي أصلاه كسي قاضي أسماء مسلم أبو سليمان الجوزجاني أصلاه كسي وليي محمد بن الحسن الشيباني وهارضي أبي حنيفة نعمان بن ثابت
أبو حنيفة وكوري شيخي عبد الله بن الرباح عبد الله بن الرباح أسنى وكوري وتابعك هاي وأسنى علومتك قاطي صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين وحب شيء شيخ علي رضا الإمام الماتريدي وحب قريودي صدح بغل صدر يصدح ذي مكاية هاي تجرده وحب كتر يا أسنى القرون المفضلة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والنبي صلى الله عليه وسلم صدح ذي بغل صدر القرون المفضلة اللي يرى وعلماء السلف الصالح باي كتيرين صدح ذا بغل وصانا أيها أسنى كتيري وحبك قيري يولي صدح بغل صدن يا صدح مكة هجرة وهاي وقرن قي أفراد أيها صدن يا صدح سنكة جوغي قسم قاكو بعد حالهم مقعادة علماء الحويان عقائد كهذا علماء التوحيد أنا أي مكة أو عن صن إمام يدو ذا الله أم مقعدرا إمام كيانا أبو الحسن الأشعري يا الإمام أبو المنصور الماتريدي أهل العلم جيت كذا بيسينا لنا صلى عقيدة سراعة أبو الحسن الأشعري أو صلى كواب ترسلة هي لنا يدا أو أمانة هاي يقيم صنايان وركضنا عز الدين بن عبد السلام هيا وحكم ذا أغواشيسي إن عقيدته اجتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة وحاسرها عيب إلى عقيدة أبو الحسن الأشعري مالكية هي شافعية هي حنفية هي فضلاء الحنابلة مذهبت إمام أحمد بن حنبل علماء دي سأنتوا دي فضل قضنين أي أسرع عيب المذهب كيسا هذه الأيبو أنا قا إمام كان وكابت سنوية المذهب كيسا أبو الحسن الأشعري محدثين تيادون كصومري هي حفاظ دي إسلام كنا أي كابت سنوية المذهب كيسا نكي أن كابت سنوية وأهمن سيها عقيدة وأهمن سيها محيري وعقيدة أهل السنة والجماعة إنت كرنا يا أمانين إنت ذكرنا أي وحويانا يا سيو كل ضيدين وأي عقيدة كنكتين عقيدة ديسا بل الوحيبة الماما يا أهل العلم أضيل إدلاقه أولي إلى أهل السنة والجماعة إلا رجيده يعني على شاعر والماتريدية ومن على منهجهم هي إنت يا الضريق والبسعطة أو إسحاب الشيرازي شافعي وين أبو حليه وأبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة وعامة أصحاب الشافعي على مذهبه ومذهبه مذهب أهل الحق أبو الحسن الأشعري شيخ الإرادة وإمام أهل السنة ضمان أصحاب الشافعنا مذهب كيسائي قاتل ومذهبه مذهب أهل الحق مذهب كيسنا ومذهب كأهل الحق سلاسي أهل العلم قالت الماريان إمام كان إرادة مرتضى الزبيدي كتاب بسيد حافظ سالة المتقين اسكاله أصنعوا حوارنا يا إذا أضلغ أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية هذه الصحابة القاضي إلى أهل السنة والجماعة